اهلا بحضراتكم جديد. الصحف المصرية طبيعي جدا ان هي تحتفل من مشاعرها، من طبيعة الزبون اللي هيشتريها، حتى لو فيهم ناس ممكن يكون ما عندهمش ميول اهلاوية، لكن في النهاية الاهلي هو اللي بيبيع، الاهلي هو اللي بيوزع، الاهلي هو اللي جمهوره منتظر. فبالتالي واضح جدا هذا التأثر او هذا التفسير لهذا الاهتمام. لكن لما الاقي مردود ظهور الاهلي بهذا المستوى وهذا الشكل وهذا الاداء الرجولي في بطولة عالم، حديث الصحف العالمية وإشادة المواقع الدولية كلها، يبقى لا، احنا بصدد حد عمل حاجة كبيرة مؤكد. انت عارف ان حتى في البرازيل استاذ ابراهيم، ايوه، الاندية مش بس بالميراس، في أندية كانت متابعة الماتش طبعا ومهتمين الاهلي يحقق نتيجة ايجابية. صحيح. فحتى الكاريكاتير، حتى يعني اسم النادي الاهلي الذي ارتبط في كل ماتش في مرة بلقب نادي القرن عن أفريقيا وأعظم أندية أفريقيا وعرفنا ليه دلوقتي، وكله كان يؤكد على هذا المعنى. ذلك بقول لك ما يتواتر في القلب ويستقر فيه، هو ده خلاص، هو دي الحقيقة. أنت كل الناس شافتك في حجمك، ف يعني أنت في الجولة اللي هتاخدنا ليها دي، إحنا المقصود تعيشوا معانا ما استمتعنا بيه. ألاقي الفيفا بقى رأس كرة القدم في العالم يكتب على حسابه على تويتر: ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي. الفيفا اللي بيهني، الكاف اللي شعر مسؤولوه بهذا التقدير والامتنان وهذا الفخر بالنادي الأهلي، كتب الاتحاد الأفريقي مغردا: إنجاز عظيم من الأهلي بحصد ميدالية في كأس العالم للأندية بعد فوزهم على أبطال كأس ليبرتادورس بالميراس بركلات الترجيح. شوفوا الجملة الجاية عشان تفخروا وتسعدوا. الاتحاد الأفريقي بيقول للأهلي: جعلتم أفريقيا تفتخر. أنت عارف يا أستاذ إبراهيم، لو البطولة دي بقرعتها في سياقها المعتاد أنك تقابل بطل أمريكا الجنوبية في السيمي فاينل مش بطل أوروبا، كنت بتلعب فاينل، كنت أنت اللي هتبقى بتلعب. صحيح. على الأول والتاني، وساعتها بقى كل الفرق العربية والأفريقية على فكرة صعدت بالمسار ده مش أكتر. وزارة الرياضة طبعا واتحاد الكرة قدموا التهنئة للنادي الأهلي ووصفوا ما تحقق بالإنجاز الكبير اللي أسعد الجماهير، كمان اللجنة الأولمبية المصرية وكافة الاتحادات الرياضية الحقيقة. طيب، برضو لسه بنتكلم مصري. شوفوا الصدى ده عالميا، مش الفيفا والكاف، لا، أندية ملهاش بايرن ميونخ، شفنا العلاقة توطدت ازاي بين الأهلي والنادي الألماني العريق، شفنا الفيديو الميكس بين نجوم الأهلي ونجوم البايرن على السوشيال ميديا، شفنا كارل هانز رومانيجا وهو بيتكلم عن الكابتن محمود الخطيب وبيوجه التحية للنادي الأهلي، شفنا هذا التفاعل المشترك بين الأهلي وبايرن ميونخ. بس كمان الحقيقة النادي الألماني العظيم بعد المباراة كتب على تويتر: تهانينا للنادي الأهلي المصري تحقيق البرونزية. شيفيلد يونايتد الإنجليزي كتب: تهنئة من القلب إلى نادي القرن الأفريقي لحصوله على المركز الثالث في كأس العالم للأندية. نادي وولفرهامبتون على صفحته الرسمية على الفيسبوك: من الذئب الإنجليزي إلى النسر المصري، ألف مبروك على تحقيق ميدالية المركز الثالث في المونديال، لا جديد على نادي القرن العالمي. شوفوا المردود العالمي. خلي بالك، ده في أندية في أسبانيا وأندية في البرازيل وأندية في، وفي مشجعات في جنوب أفريقيا، وفي كتبوا مشجعات في تونس، في كينيا، وفي مشجعات في ليبيا، ومشجعات في أنحاء العالم علقت، وفي نجوم كبار بعضهم معتزل وبعضهم موجود في الملعب كتبوا كتير، كتبوا وعلقوا، وهنحصرهم تباعا. يعني البي بي سي قالت الأهلي يفوز على بالميراس ويحصل على المركز الثالث بكأس العالم للأندية. هنتوقف عند الصحف.